بهذه المناسبة ندعو من الله عز وجل أن يعم الأمن والأمان في بلادنا العراق وبلاد الإسلامية والعربية. وبهذه المناسبة أكرر ما أطلبه أمنيات الشعب العراقي من جميع السياسيين والمسؤولين، أن تعم الصفوف والقلوب الصافية في إعادة الهيبة الدولة العراقية، وأن يبتعدوا عن الفساد ولو في هذه المرحلة في هذه الدورة، عن الفساد وبعاد عن القضايا السياسية أو التحزبية، أن يعملوا من أجل الشعب وليس من أجل الجيوب الخاصة وكذلك من أجل أحزابهم. وتمنى من الله عز وجل أن يعيد الأمن والأمان على بلادنا. وبهذه المناسبة الحلوة، بمناسبة مولد الرسول العظيم، تحتفل الأمة الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها، وها نحن جزء من هذه الأمة الإسلامية. أهالي منطقة النبي يونس تحتفل بإحياء منقبة نبوية شريفة، ونرجو من الله العزيز القدير أن يثبت أجر كل من ساهم بإحياء هذه المنقبة النبوية الشريفة. الله أعلم بهم وبأسمائهم. طبعا نقدم التهنئة بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية والشعب العراقي المسلم وكافة المسلمين في أنحاء العالم. كما نذكر بأن نحن كل سنة هاي المنطقة النبي يونس نحضر احتفالية مولد النبي صلى الله عليه وسلم مع عمالنا وأصحاب المحلات اللي موجودين داخل سوق النبي، ونشاطرهم ونحتفل دائما بهذا المولد كل سنة، وإن شاء الله مستمر هذا كل سنة.